سأعرض عليكم اليوم فيلم دراما رعب غموض من عام 2021 بعنوان هيبنوتيك. امرأة في مبنى إداري تحاول الوصول إلى محقق. من الواضح أنها منزعجة، فهي تمشي في شباك التذاكر وكأنها مصابة بجنون العظمة. ركبت المصعد ووقفت وظهرها إلى الحائط خائفة من شخص ما أو شيء ما. تتلقى مكالمة رقم غير معروف. ظننت أنه قد يكون المحقق، أجابت وقال لها رجل: أندريا، هذه هي الطريقة، ينتهي العالم. توقف المصعد ومحاولاتها للخروج عقيمة، وصوت صرير عالي النبرة يملأ رأسها، وفجأة تشعر وكأن الجدران تغلق عليها ويتم سحقها. تزور جين صديقتها جينا التي أعطت لها نباتا ميتا لحفلها في المنزل. جينا تكشف عن الأخبار السيئة، بوريان هنا، خطيبها السابق. أخبرت جينا أنها ستحصل على كأس من النبيذ وبعد ذلك سيكون كل شيء على ما يرام. في الداخل لاحظ كل منهما الآخر واعتذر سكوتي زوج جينا قائلا إنه لم يفعل، أعلم أن جين قادمة. تقدم جين للدكتور كولين ميد. أخبرتها أن كولين معالج سحري ولديها تجربة رائعة معه. فيما بعد على الطاولة تحدثوا عن وظائفهم. اتضح أن بريان وجين كلاهما مهندسي برمجيات، لكن جين لا تعمل في الحال. من عادتها تمنع جين بريان من تناول بعض الوجبات الخفيفة، فهي متأكدة من وجود سمسم فيها لهم وبريان حساسية تجاههم. كانت جين في حالة سكر قليلا عندما اقترب منها كولينز وترك لها أوراق اعتماده في حالة إنها مهتمة. بينما كانت جين تنتظر أوبر، أخبرها برين أنه يفكر فيها طوال الوقت ويفتقدها. كانت جين هي المحفز لتفككهما، فهي تريده فقط أن يبتعد عنها. لا يزال يعرض أن يأخذها إلى المنزل. إنها تعتقد أنها فكرة سيئة، لكنها مجرد رحلة. في الصباح، كان لديهم قيلولة جيدة معاً. تلتقي مع جين في مقهى وتخبرها بكل التفاصيل. جين غير راضية عن حياتها وتقترح جين مرة يرجى إعجاب والاشتراك في هذه القناة. يرجى تقديم دعمك عن طريق التبرع في مربع الوصف أدناه. شكرا لك. أخرى زيارة دكتور كولينز. يوافق جين على القيام بذلك مرة واحدة. في غرفة انتظار كولينز، تغادر امرأة مكتبه وتخبر جين أنه كان عليها رؤيتها لها عندما بدأت. إنها تمدح كولينز في السماء. في مكتبه، إنه سعيد لأنها قررت المجيء. تخبره جين عن مشاكلها، فهي لا تشعر برغبة في فعل أي شيء في المنزل أو في الخارج، ربما يجب أن تقلص من الكحول. يخبرها أن العادات السيئة تأتي من قضايا أعمق، وهناك دائما سبب جذري. يطلب منها أن تخبره بالمزيد عن بريان. كانت جين سعيدة معه، لكنها تعرضت للإجهاض، وبعد ذلك لم تستطع الحصول على حياتها معا، وفسخ خطوبتها لبريان. يقترح كولينز العلاج بالتنويم المغناطيسي، وهو علاج ممتاز للأشخاص الذين عانوا من الصدمات. يقاومها جين، ولكن عندما يسألها عما تريد، تجيب أنها تريد أن تكون سعيدة. يميل إليها ويطلب منها السماح له بمساعدتها. يبدأ العلاج بالتنويم المغناطيسي بتركيزها على الضوء الخافت. بعض الكلمات اللطيفة من كولينز اجعلها تسترخي وتتخيل غابة بها طيور زقزقة. تستيقظ مع إضاءة الغرفة دون أن تتذكر ما حدث في الماضي ساعة. أخبرها كولينز أنها كانت جيدة. بعد 3 أشهر، حصلت جين على وظيفة في شركة مرموقة. أخبرت جين أنها تزور كولينز مرة واحدة في الأسبوع وأنها تقوم بعمل أفضل بكثير. إنها سعيدة. لاحقاً، تحلم بالعلاقة الحميمة مع كولينز، الأمر الذي جعلها تستيقظ مرتبكة. تلتقي جين مع كولينز في مركز تجاري. يلاحظ أنهم لم يروا بعضهم البعض منذ أسابيع، ويسألها عما إذا كانت تتجنبه.
إنها تتجاهل الأمر على أنها مشغولة. يطلب منها الخروج لتناول القهوة. لديهم دردشة ممتعة، وأخبرته جين بما كانت عليه مؤخراً. لاحظت أنه يلتقي بعملائه لكنه لا يخبرنا كثيراً عن نفسه. يتحدث عن حياته، عن امرأة أحبها كثيراً، عادات إيمي، وتلك جين تشبه راتبها. تنصح كولينز جين بدعوة براين إلى منزلها للتحدث عن كل شيء، سيكون خطوة كبيرة في حياتها. في موقف السيارات، تتلقى رسالة من براين بأنه سيكون في مكانها من أجلها وجبة عشاء. تتلقى مكالمة من رقم غير معروف. بعد الاستلام، يبدو أنها ليست هي نفسها. تخرج منه في منزلها، على طاولتها تتناول وجبة، تسمع أصواتاً قادمة الحمام. إنه براين يختنق، تحقنه بمنبه وتستدعي سيارة الإسعاف. يذهبون إلى المستشفى ويقول الأطباء إنه سيكون على ما يرام. جينا تريحها قائلة إن هذا ليس خطأها. تشعر جين بعدم الارتياح لأنها لا تتذكر أي شيء. لديها جلسة مع كولينز. أخبرته عن عدم تذكر أي شيء وأنها تشعر بالمسؤولية عن وجود برايان في المستشفى. تقول إن الأمر يشبه التنويم المغناطيسي الذي يقوم به عليها. جين لديها حلم آخر عنها وكولينز. تحصل على كوب من الماء وتنظر إلى الإيصال من الليلة الماضية. زيت السمسم. لديها الفلاش باك للرد على المكالمة التي قالت جينيفر احمل النار. تتذكر كل الوقت الضائع وإضافتها زيت السمسم إلى السلطة. قرر جين إلقاء نظرة فاحصة على كولينز لمعرفة من هو حقا وما هو يستخدم التنويم المغناطيسي. لام، اكتشفت أن مريضة أخرى أندريا قدمت أمرا تقييديا ضد معالج نفسي. تخبر جينا عن ذلك، لكنها لا تفكر في أي شيء. تظهر لها جين المزيد من الأدلة، مثل فحص الخلفية الذي أجرته عليه. لا يوجد شيء على الرجل، يبدو أنه كان شبحا حتى 6 أشهر مضت. توفي أندريا بنوبة قلبية بعد 3 أيام من تقديم أمر تقييدي ضد كولينز. حتى أنها تظهر الإيصال بزيت السمسم وصدقتها جيناً أخيراً. قاموا بزيارة المحقق وادن. نظراً لأنه كان المحقق في قضية أندريا، فقد استجوبوه عنها وقالوا إنهم كذلك تجربة شيء مشابه. يخبرهم ويد أنه لم يصل إلى أي مكان في قضيتها. عندما اقترب من كولينز، اضطروا إلى إلغاء التحقيق في نفس اليوم. كما استخدم أحد كبار الضباط خدمات كولينز وربما يكون قد منوم. أظهر لها لقطات المراقبة من المصعد، كانت كلها في رأسها وبدأت بعد المكالمة مباشرة. أفضل نصيحة يمكن أن يقدمها ويد لهم هي العثور على معالج جديد، لأنك لا تستطيع إثبات ذلك، لقد تم تنويمك مغناطيسياً. في الخارج، اعترفت جيناً بأنها تعرضت للتنويم المغناطيسي أيضاً حتى لا تخاف من العناكب. عندما تنفصل جين عن جينا، تتصل بكولينز لتحديد موعد وتقرر ذلك. سجل جلستها معه. المرأة التي سبق أن أشادت بكولينز تركت الذهول. لإخفاء سبب وجودها هنا، تطلب منه مساعدتها في التنويم المغناطيسي لنسيان مخاوفها بريان في المستشفى. يوافق كولينز، لكنه يشتبه في وجود خطأ ما. في هذه الأثناء، المحقق وايد لا يهدأ. قرر أن يمر عبر جميع أدلة التنويم المغناطيسي التي لديهم في المنطقة، والإشعارات تشابه، كل النساء متشابهات. بعد جلستها، تستمع جين إلى التسجيل. اكتشف كولينز على الفور أنه تم تسجيله واكتشف كل شيء. أيضاً علمت هي وجيناً بأمره. ما يبدو غريباً هو أنه انتهى به الأمر إلى وصفها باء حبي. تشعر جين بالحزن وتتصل بجينا التي كانت في السيارة مع زوجها، متوقعة مكالمة عاجلة من شخص آخر. تحثها جين على العودة إلى المنزل، لكن الإشارة مقطوعة. تتلقى جينا مكالمة أخرى، تجيب وهي كولينز.
يقول الكلمات السحرية وتبدأ في الهلوسة أن هناك عنكبوتاً عملاقاً يزحف عليها. طلبت من سكوتي إخراج العنكبوت منها، لكن الأمر كله في رأسها. تواصل جين الصراخ للتخلص من العنكبوت وهو يقترب من رقبتها. في هذه العملية، لا تهتم بالطريق وتتعرض لحادث. يستمتع كولينز بمشاهدة موسيقى كلاسيكية في مكتبه عندما يأتي ويد. أخبر كولينز أن جيناً وزوجها ماتوا في حادث سيارة، وأفعال كولينز متفاجئة. يمضي وايد ليخبره عن نمط الوفيات بين مرضاه المنومين مغناطيسياً، متشككاً أنها صدفة. أثناء حديثه، تمكن من الاستيلاء على ملعقته لأخذ عينة من بصمة إصبعه. قبل أن يغادر وايد، عرض عليه كولينز مازحاً جلسة علاج بالتنويم المغناطيسي. يعرف وايد لا يمكن إثبات أي شيء. في وقت لاحق، قام وايد بزيارة جن. أخبرته عن التسجيل وعن كولينز التي تتبعها. أخبرها أن تهدأ في الوقت الحالي بينما يجمع المزيد من المعلومات عن كولينز. عندما يغادر وايد، لاحظ أنه سيتصل بها في الصباح. بعد لحظات، سمعت طرقاً على الباب. اعتقدت أن وايد قد نسي شيئاً، لكن لا، إنه كولينز. تحاول إغلاق الباب، لكنه يفتحه بالقوة. وبينما كانت تحاول الهرب، صرخ في وجهها لتتوقف وتتجمد وهي غير قادرة على الحركة. أخبرها كولينز أنه يريد التحدث معها فقط ويريد أن يعرف ماذا فعل ذلك. أنها لا تثق به. أخبرها أيضاً أن جيناً وبريان عرقلوا طريق أحلامها، والأن أصبح وايد سوف يتم الاعتناء به. سوف يراها قريباً ويطلب منها الاسترخاء، مما يجعلها قادرة على الحركة مرة أخرى. تحاول الوصول إلى وايد، لكن هاتفه معطوب. بينما كان ينظر إلى التلفزيون يسمع ضجة، يمسك بندقيته للتحقيق ويتفقد حمامه، غرفة النوم وحتى الخزانة. يرتاح ويعود لمشاهدة التلفزيون. ظهر شخص من تحت المغسلة ويزحف ببطء. إنه أحد مرضى كولين. طعنت واد في ذراعه وقطعت بطنه، وقفزت عليه بل عضته. تمكن وايد من التخلص منها وإنهائها بصندوق. لهذا السبب تقوم بتشغيل هاتفك بعد شحنه. يزور جين وايد في المستشفى ويطلب منه العثور على منوم مغناطيسي في المحطة يمكن أن تجعلها تتذكر جلساتها مع كولينز. في وقت لاحق، عقدت جين جلسة مع ستيلا، وهي أيضاً أخصائية علاج بالتنويم المغناطيسي. دعنا نقول فقط أن جين لديها بعض مشاكل الثقة مع المهنة، ومع ذلك فهي توافق على التنويم المغناطيسي إذا تمكنت ستيلا من الحصول على أي معلومات عن جلساتها مع كولينز. دع العالم من حولك يتباطأ. تسألها ستيلا عما تتذكره. عندما تلهث فجأة بحثاً عن الهواء، تحاول ستيلا إعادتها. تتذكر جين منزلاً وداخل كولينز أعطاها سواراً مكتوباً عليه 6 مارس، ثم تعيدها ستيلا. تشرح لجين أن كولينز قد وضع أماناً على ما يفعلونه، لا أحد يستطيع أن يدرك ذاكرتها. تقترح وضع زناد مضاد بداخلها قد يساعدها ضد سيطرة كولينز فوقها. اليوم هو 6 مارس. تبحث جين عن العنوان الذي رأته في ذاكرتها وتجد بعض المستندات حول وكالة المخابرات المركزية، حيث يتم زرع ذكريات كاذبة للمرضى. يتم التحكم في العقل بشكل فعال. تبلغ جين وايد بالنتائج التي توصلت إليها وتتوجه إلى منزل عائلة سوليفان. هناك تدق جرس الباب وتقرع، لكن المنزل يبدو مهجوراً، وبالطبع الباب مفتوح. ترى صورة كولينز وزوجته المفترضة إيمي، تبدو هي وهي متشابهة إلى حد كبير. تظهر كولينز خلفها. كان عميل وكالة المخابرات المركزية سوليفان والد كولينز، لذلك علمه حيلة التجارة. ببعض الكلمات السحرية، جعل جين تنام. اتصل به صديق وايد وأخبره عن البصمات الموجودة على الملعقة.
هم ينتمون لجوليان سوليفان، لكنه الآن يطلق على نفسه اسم كولينز، وهي إشارة لمجيء وايد لإنقاذ جين. تستيقظ جين في مكتب كولينز، يتصل بها وايد ويرسل بعض الوحدات في طريقها. أخبرها كولينز أن تجلس، وهي تفعل ذلك. في غضون ذلك، اقتحمت الشرطة المبنى. يشرح لها كولينز سبب حدوث ذلك لها، إنها نسخة طبق الأصل من زوجته، حتى أنها تفوح منها رائحة مثلها. بينما كانت الشرطة على وشك تحطيم الباب، تنحني كولينز وتخبرها يمكنها الاستيقاظ الآن، فهي ليست في مكتبه، هي في سكن سوليفان. تجد الشرطة المكتب فارغاً ويفهم وايد كل شيء ويقود إلى سوليفان بيت. تنظر جين حولها وهي غير قادرة على الحركة، وهي تتعرف على الغرفة وتشغيل الموسيقى، وهي تفهم أن أحلامها لم تكن أحلاماً، إنها ذكريات كولينز مع زوجته. إنه يحاول زرع ذكريات إيمي في جين واستبدالها في النهاية. قوة التنويم المغناطيسي. يخبرها كولين أنه وجين يشتركان في نفس الجروح وفقدان زوجته وإليها الإجهاض، حيث يستمر في صنعها. يضع عليها نفس السوار الذي قدمه لزوجته في ذكرى زواجهم. شق وايد طريقه إلى المنزل. تماماً كما كان كولينز على وشك تقبيلها، سمع أن الباب مغلقاً ولم يستطع وايد الإمساك به بابه. يجبر كولينز جين على التمسك بالحاجز. تتوسل جين إلى وايد لمساعدتها، لكن الباب مغلق، لذا تبدأ لعبة القط والفأر، على الرغم من أن وايد يعاني من ضرر واضح بسبب إصابته. كولينز يطفئ الأضواء. يدخل وايد إلى غرفة بها ضوء خافت من جهاز عرض. يرى مخططاً لكولينز في كل مكان من حوله ويحاول إطلاق النار عليه، لكنه يفشل. تبذل جين قصارى جهدها للتخلي عن السور ونجحت. يهاجم كولينز ويد من الخلف مع المخل، ويطرحه أرضاً ويضربه. عندما تأتي جين إلى الصورة كمنقذ، يخبرها كولينز أن تنام. سقطت جين على الأرض، لكنها بالكاد واعية، تزحف من أجل البندقية، تصوب، وتمكن من الحصول على طلقة واحدة. بعد ذلك بقليل، أيقظها وايد وقال إن كولينز قد رحل وهي لقطة جيدة. غطاها وايد ببطانية واحتضنها وستكون بخير. أعدك حبي، ذكريات الماضي لامستلا، وضع زناد مضاد على عبارة حبي. إذا استخدمته كولينز على الإطلاق، فسوف تتجاهل كل محفز يضعه في رأسها وسوف تفعل ذلك رؤية العالم من حولها على حقيقته. تدرك جين أنه ليس وايد يعانقها، بل كولينز. تلتقط الطبقة وتحطمها برأس كولينز. ثم وجدت واد وقد تعرض للضرب والنزيف، وأخبرها عن مسدس في كاحله، وتمكنت أخيراً من إنهاء كولينز. تبين أن جين لم تكن تسديدة جيدة، لقد رعت وايد. بعد شهر واحد، جين في وظيفتها الجديدة، تزور براين كل يوم في المستشفى. تعتذر له عما حدث لهما، وكذلك أن تحاليله كانت إيجابية ويجب أن يستيقظ قريباً. يحصل وايد على ترقية ويشكره جين على كل شيء ويهنئه. قدم لها وايد عرب تقديره. عندما تفتحه بالخارج، يكون قرص مضغوط، نوم أفضل، التنويم المغناطيسي الذاتي. إنها تسخر من السخرية. النهاية. شكراً لمشاهدتك. اشترك إذا كنت ترغب في مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو مثل هذا. يرجى إعجاب والاشتراك في هذه القناة. نحن بحاجة إلى دعمكم للحفاظ على عمل هذه القناة. يرجى التبرع في مربع الوصف أدناه. شكراً لك.